هكذا هو حال سكان قرية أهلال ببلدية قنويع غرب يسكيكدا، لقاءات يومية للحديث عن المشاكل التنموية التي يتخبطون فيها لعقود. هنا يتخلص السكان من المياه المستعملة في مجرى المياه العذبة. خدموا لنا سونيسمون مع ديال كلب حدا الديار، بصح ما تخدمش، ما خدمولناش الفراج الكبير اللي باش نحطوا فيه لحد الان من 93، وحنا كل ما نشكي ويقول لك واش شكينا وما عطاوناش المشروع، واش شكينا وما عطاوناش المشروع، حتى اليومين هذا احنا في 2023 في نهايه 23 وعندنا مشكل تاع الماء. وعندنا مشكل تاع الماء، احنا الماء كيما في الصيف كان في بعض الاحيان نوصلوا حتى بالعشر ايام باش يطلقوا لنا 20 دقيقه. توصل لنا ستونيسمون تلقوها في الخط، والخط هذا لا تاع السقي من يعني من كثرة نقص الماء الشرب نشربوا منه الصباح قدام نطلقوا الريسان كما نقولوا حنا الهوايش نروحوا نعمروا ونشربوا منه ولا حياة لي من تنادي. تيشوفها في الخط ما كانش في سبيردي ما كانش خلاص هنا الاخر رانا هنا في الصيف هنايا الوشواش ولينا كيلو من المدينة وشواش بوبالة ما تقدرش في الدار ما تقدرش تريح. هذا الوضع الصعب الذي يشتكي منه الكبير والصغير بهلالة قال عنه نائب المير. فيما يخص هذا المشكل تاع المياه الصرف الصحي الخاص بمنطقة أخراط، رانا عارفين بالمشكل هذا لا، ورانا إن شاء الله خصصنا غلاف مالي في الميزانية هذه الجديدة إن شاء الله، ونسعى بإذن الله تعالى باش نحلوا هذه المشاكل كامل الموجودة على مستوى هذا الحي هذا لا في أقرب وقت إن شاء الله. بين هذا وذاك تبقى عديد المناطق النائية في سكيكدا تنتظر زيارة من المسؤولين الذين ربما فضلوا مكاتبهم المكيفة على زيارة سكانها.